في الفقرة دي معنا واحد من أهم خبراء الكرة في مصر وحارس مرمى سابق عملاق وأيضا مدرب عملاق، قدر يخرج للكرة المصرية حراس كتير كبار، أحمد شوبير، إكرامي الكبير وغيرهم من الحراس المميزين الحقيقة أشرف على تدريبهم. كمان ضفنا النهاردة كان رئيس اتحاد الكرة المصري لفترة من الفترات المهمة جدا في تاريخ الكرة المصرية. وبعيدا عن كل ده فهو زميل صحفي متمرس خبير، عمل سنوات طويلة في الصحافة الرياضية وناقد رياضي مبدع وأيضا محلل كروي متميز للمباريات. معنا النهاردة في البيت الكبير في الفقرة الحوارية دي كابتن عصام عبد المنعم رئيس اتحاد الكرة السابق. أهلا بيك يا كابتن، تشرفنا في البيت الكبير. أهلا وسهلا كابتن عصام، منورنا. الله يخليك. أهلا بيك في البيت الكبير. زي حضرتك؟ الحمد لله. وحشنا. أنت أكتر. بجد والله. الحمد لله. طبعا إحنا سعداء طبعا معانا قامة كبيرة زي حضرتك وعندنا كلام كتير، عندنا محاور كتيرة جدا كابتن عصام، عندنا محاور الأحداث بتاعت النادي الأهلي الحالية ورؤية حضرتك الفنية كمان. حضرتك أنا عارف محلل كرة رائع يعني، بس بعيد شوية عن الاستديوهات التحليلية، لكن كمان الكرة المصرية وده الملف الأكثر تعقيدا في الرياضة المصرية بشكل كبير. هنتكلم على كل المحاور ديت، بس طبعا معانا تقرير نطلع نشوف التقرير وحوار بقى طويل مع حضرتك، لأن يعني زي ما بقول حضرتك مش متواجد كتير على الساحة الإعلامية وما بنصدق بتكون فيه فرصة، وخاصة الفرصة بقى في البيت الكبير في بيتك النادي الأهلي. نشوف التقرير ونرجع لحضرتك. عصام عبد المنعم من مواليد الأول من يناير عام 1948. من أشهر حراس مرمى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في فترة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي. بدأ عصام عبد المنعم مشواره مع القلعة الحمراء وعمره 10 سنوات بصفوف الناشئين عام 1958 عن طريق مصطفى حسين أبو الأشبال، وتدرج بالمراحل السنية المختلفة بفرق الناشئين حتى تم تصعيده للفريق الأول بالنادي عام 1964 ليشارك مع المارد الأحمر في أول مباراة رسمية له أمام فريق طنطا في بطولة كأس مصر، وعمره لا يتعدى 17 عاما. ظل عصام عبد المنعم حارساً أميناً لشباك النادي الأهلي والمنتخب الوطني الأول حتى توقف النشاط الرياضي في البلاد عام 1973 بسبب حرب 6 أكتوبر. بعدها قرر عصام عبد المنعم الاستمرار في ممارسة كرة القدم وعدم الاستسلام لتوقف النشاط مثل كثير من أبناء جيله الذين فضلوا الاعتزال وقتها في سن صغيرة. توجه عبد المنعم مباشرة إلى ليبيا وكان عمره 25 عاما من أجل الانضمام لصفوف نادي أهلي بنغازي لاستكمال مشواره الكروي، ونجح بالفعل في الفوز معه بلقب مسابقة الدوري الليبي في إنجاز يحسب له في أول تجربة يخوضها بعالم الاحتراف الخارجي في ظل الظروف الصعبة التي كانت تمر بها المنطقة. وعقب استئناف النشاط الرياضي مرة أخرى بمصر، قرر عصام عبد المنعم إنهاء تعاقده مع أهل بنغازي ليعود إلى القاهرة ويقرر اعتزال اللعب رسميا عام 1975، ويتجه بعد ذلك للعمل بمجال تدريب حراس المرمى داخل فريق الكرة الأول بالقلعة الحمراء لمدة 4 مواسم كاملة. وقبل أن يبدأ عبد المنعم مهمته مع المارد الأحمر كمدرب لحراس مرمى فريق الكرة الأول وقتها، فضل النادي الأهلي أن يثقل موهبته بالدراسة، حيث حصل على دورات في تدريب حراسة المرمى باتحاد الكرة الإنجليزي عن طريق القلعة الحمراء. ولن ينسى التاريخ أبدا أن عصام عبد المنعم مدرب حراس مرمى النادي الأهلي نجح في تخريج جيل من عظماء وأساطير حراسة مرمى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي والمنتخب الوطني الأول، مثل الراحل ثابت البطل والحارس الصاعد وقتها أحمد شوبير. شغل عصام عبد المنعم منصب رئيس القسم الرياضي بجريدة الأهرام، ثم رئيسا لتحرير مجلة الأهرام الرياضية، كما تولى رئاسة رابطة النقاد الرياضيين ورئاسة الاتحاد العربي للصحافة الرياضية، وشغل عدة مناصب باتحاد كرة القدم المصري كعضو بمجلس الإدارة ثم نائبا ثم رئيسا لاتحاد كرة القدم. برافو يا عصام، برافو يا عصام.
رجعنا مع حضراتكم والكابتن الكبير كابتن عصام منورنا، ومن خلال التقرير عمال اكتب مش عارف ابدا مع حضرتك منين، لاعب مدرب ناقد رئيس رابطه النقاد عضو مجلس اداره الاتحاد رئيس الاتحاد، فمحاور كتيره جدا. بس خلينا نبدا من الحته الاولانيه، لاعب كره وحضرتك كنت يعني لاعب كره في النادي الاهلي ومع مشوارك في الكوره وحراسه المرمى. هسألك سؤال واضح ويمكن كلنا يعني رأي حضرتك ايه في ان هو الجهاز الفني الجديد للنادي الاهلي خلى ميشيل ده مدرب حراس المرمى اللي كان مع فالر موجود في الجهاز الفني الجديد لاستمرارية نجاحه مع محمد الشناوي؟ وطبعا قرار جيد جدا، يبقى في لينك دايما او في اتصال نفسي بين المدرب حراس المرمى والحراس اللي معاه. ده حاصل دلوقتي بين المدرب وبين محمد الشناوي، ونتيجته الحقيقة باهرة. يعني احنا انا شايف انه محمد الشناوي الحقيقة من الناحية الفنية تحركاته نضجت جدا، الهدوء اليقظ يعني بقى حاجة فيها تناقض، دي بيحطها برضو مدرب الحراس. كل هذه الأمور الحقيقة نتيجة عمل المدرب، فأنا أعتقد أن استمراره يعني قرار جيد جدا من مجلس إدارة النادي الأهلي. عايز أتكلم عن موسيماني لأن عايزين نفرد له طبعا ونستغل وجود حضرتك نفرد له مساحة في الفقرة دي أكيد، لأنه الحدث الأبرز في النادي الأهلي، لكن الحدث برضو اللي بيفرد نفسه النهاردة من شوية كانوا بيتكلموا يمكن في الفقرة الحوارية مع أستاذ جمال الزهيري ومحمد القوسي موضوع الحكام يا كابتن. وحضرتك يمكن كنا بنقول دلوقتي في الانترو أنه حضرتك رأست اتحاد الكورة فترة من الفترات المهمة، إزاي اتحاد الكورة اللي بيرسخ للمبادئ وبيعلي القيم نشوف الموقف اللي حصل ده النهارده من شويه في الملعب ما بين فرجاني ساسي والحكم الحكم المباراه اسمه ايه امين عمر. ازاي حضرتك شفت الموقف ده ازاي النهارده؟ يعني مش عايز اقصوا على الاتحاد اللي موجود دلوقتي قوي، لان هم امكانياتهم كده الحقيقه، يعني هم يعني متواجدين بشكل مؤقت بس بشكل مؤقت ده طال جدا يعني طال جدا طال اكثر مما ينبغي. نعم. واحنا مستسلمين لان الفيفا بتعين، الفيفا تعرف دول منين؟ اذا كنا احنا في مصر ما كناش عارفينهم، يبقى الفيفا عارفاهم منين؟ طبعا بيطلع لهم ترشيح من هنا وبيبقى في اتصالات علشان واتيفر يعني الناس هنقول ليهم وعليهم، لكن ليه الاستمرار ده؟ ليه ما نرجعش للشرعيه؟ ليه ما نرجعش للجمعيه العموميه ونصوب الجمعيه العموميه؟ زياده الجمعيه العموميه احنا شايفين الجمعيه العموميه محتاجه ان احنا نستبعد منها مثلا انديه الدرجه الثالثه هنيجي لحضرتك الانتخابات لو الجمعيه يعني العموميه موجوده كانت هتفرق في هيبه الحكام في مصر. يعني النهارده ده انا بشوف انا اتفضل لا بص لا هو الجمعيه العموميه علشان تجيب مجلس اداره مجلس عشان انتخابات تجيب انتخابات مظبوط عشان مجلس الاداره يعمل بقى هو اللي بيشكل اللجان. نعم. اللجان اللي هي منها لجنه التحكيم. دلوقتي في الدنيا التقدم في الدنيا كلها ما فيش حاجه اسمها لجنه حكام في اتحاد الكوره. في اتحاد حكام مستقل تماما عن مجلس اداره الاتحاد، اتحاد للحكام. هذا الاتحاد اللي بينتخبه الحكام. منفصل عن الاتحاد. استقلال القضاء. حضرتك بتتكلم من ده مطبق في الدوري الانجليزي اعتقد مطبق في الدوريات الاوروبيه كلها لان ده دي رولز بتاعه الاتحاد الاوروبي. طب لو حضرتك ما رئيس الاتحاد دلوقتي او رئيس اللجنه زي ما بنقول او مسؤول دلوقتي، حضرتك بالنسبه للي حصل النهارده بالنسبه للمنظر، وانا بتكلم دايما المنظر عامه اي منظر سيء بيسيء للكره المصريه وبيسيء للدوري المصري ايا كان اذا كان لاعب زمالك اهلي اسماعيلي، احنا دايما بنحط نقط فوق الحروف لما بنشوف حاجه غلط بنتكلم عليها. كان هيبقى قرارك ايه في موقف زي ده ان اللعيب ممكن يعتدي على الحكم او ممكن اذا كان بلفظ او بيمد ايديه على حكم او شوف عشان مساله الاهلي والزمالك وانا مسؤول مثلا في الاتحاد وانا اهلي واللي ارتكب الخطا ده زمالك فانا هبعت للفيفا اقول لهم عندي واحد ضرب حكم اعمل فيه ايه؟ قالوا لي اشطبه هشطبه وهو يشطب
شد. لا اللي قريته قبل ما ادخل ان العقوبه النهارده بيتحدث عنها البعض وقوفه 8 مباريات. شوف يعني انا ما بتكلمش على عندنا ما يحدث في مصر. انا فاهمه بس النهارده حتى لو العقوبه دي تم تطبيقها الكلام الكتير اللي بيتقال انه ممكن يتوقف 8 مباريات هل دي ممكن تكون عقوبه كافيه؟ يعني انا بعد كده خلاص هضرب الحكم واخد 8 ماتشات. ايه 8 ماتشات يعني؟ كل ماتش اضرب لي حكم، خلي اللعيب عندي يضرب حكم وياخد 8 ماتشات. ايه دي؟ جريمه فظيعه جدا. يعني سب دفع الحكم بس كده دي، او لمسه حتى، او لمسه انتشابل، الحكم ده لا يلمس. فانا بضرب الحكم، وبعدين انا كمان مش مصري صح، ولازم يبقى عندي لياقه واحافظ على ان انا راجل ضيف. ما انت جاي ضيف وبتضرب الرمز اللي عندي كمان، ده انا اطردك، الغي اقامتك. قاضي الملاعب لو احنا يعني بنحافظ على كرامتنا. يعني هي مشكله فعلا في هيبه الحكام، هي هيبه الحكام نفسها مفتقده بقى لها فتره بصراحه. كابتن عصام وحضرتك متابع الاجواء ومتابع الاحداث كلها، ودايما لما حد بيغلط ويسكت ما بيكونش في عقاب، فخلاص انت بتفتح الباب انك ممكن تغلط تاني. الحكام مسؤولين، الحكام ليهم لجنه وليهم كيان، وهم لازم يحافظوا على كيانهم. امين عمر ممكن يتحرك ازاي؟ يعمل ايه اللي تهاجم النهارده؟ الله يكون في عونه. هيروح لمين؟ المفروض في لجنه. هيروح لمين؟ هيروح للجنه المؤقته ولا لجنه الحكام؟ اضعف منه. كابتن وجيه احمد صح؟ كابتن وجيه احمد يعني ما خلاص متاخد، مش في قرار اتاخد ضد اللعيب لغايه دلوقتي؟ ما فيش قرار طلع ضد اللعيب اعتقد، لكن احنا بنتكلم مش عقوبات مرتقبه. عقوبات كلها يعني في الكواليس 100,000. تخيل يعني عقوبه و100,000 جنيه، 100,000 جنيه يعني مع احترامي في لعيبه كتيره جدا بتاخد اكتر من 15 و20 مليون جنيه في السنه، ولما يطلع عقوبه يقول لك طب يدفع 100,000 جنيه. يعني لا لا ما شوف انا بصراحه يعني العقوبات ما تتحسبش بالفلوس، بالدولار. بالدولار. ده 100,000 عقوبات لازم بالدولار. شوف انا اشوف اللوائح المماثله في الدول الاوروبيه سواء باليورو او بالدولار، واشوف العقوبه اللي بيعمل كده في الاتحاد الانجليزي بيدفع كام، اللي بيعمل كده في الاتحاد الفرنساوي، الاتحاد البلجيكي، الاتحاد الهولندي، اشوف التسعيره بتاعه المجرمين دول. هو كان في حتى لسه الاسبوع اللي فات مورينيو كان بيقول ان انا يعني ما خدتش بالك بالكلمه دي على ايه؟ خلاص بقى عدت. لا ما عدتش النهارده. ما دول سبورتس كريمنالز. ده المجرمين رياضيين. الاجرام الرياضي ما ممكن يكون في موقف لاعب في ملعب. الاجرام الرياضي ممكن يكون في تصريح مسؤول، ده يعتبر اجرام رياضي. وكمان في كمان خلينا نتكلم بكل بص انا هقطعك بس هقطعك احنا هنلاقي مشكله لو بعتنا لاي دوله اوروبيه عشان نقول لهم اللي بيضرب حكم نعمل له ايه، لان مفيش لائحه عندهم ضرب الحكم. مش موجودة. مش موجودة في الدماغ أصلا. مش يعني وردة. عشان كده حضرتك كنت بتتوقع شطبه في حل رحت للفيفا. يعني أنت المفروض يعني لو رحت استفتيتهم هيتشطب. أنا بتكلم مع حضرتك كمان إن إحنا يعني خلينا والأجواء كلها طالما في سكوت وطالما في رضا عن خروج عن النص وتصريحات غير رياضية، فده أنا في اعتقادي ده نتيجة لحاجات كتير جدا كان بتحصل، وبنبدأ بقى نبني ثمارها. للاسف ثمار كلها فاسده، ان احنا عندنا مشاكل في اخلاقيات اللعيبه، عندنا مشاكل في التحكيم، عندنا مشاكل في حتى بعد المباراه في شجار بالايدي، وبعدين ما فيش مشكله او الدنيا تعدي. فالامور دي كلها محتاجه، وحضرتك قلت الكلام ده قبل كده، محتاجه ايد من حديد من خلال اتحاد كره منتخب من اعضاء جمعيه عموميه لهم صله برياضه كره القدم. انا معاك 100%. طولت قوي المؤقت ده، ما مؤقت انما هو مستمر اكتر من اتحادات كتيره قوي كانت منتخبه. لكن خلينا نعدي النقطه دي عشان احنا قرصنا عليهم كتير. خلينا نقول الانتخابات لابد من ان انا اعمل قانون انتخابي مختلف يتوائم مع الاهداف اللي انا عايزها. لازم احط يعني مواصفات في عضو مجلس الإدارة ده، وحط مواصفات في الناخب.
يعني مين اللي ينتخب؟ التصويت يعني. حضرتك قول لي الاول ايه مواصفات عضو مجلس اداره اتحاد الكوره، المواصفات اللي المفروض تكون فيه، المواصفات اللي تخلي الناخب واحد زي فرانس بيكنباور يبقى رئيس اتحاد الكوره الالماني. ما جيبش واحد ما اتفرجش على كوره ومسكه اتحاد الكوره، او واحد ما اتفرجش على الباسكت ومسكه رئيس اتحاد كره السله او الهاندبول او العاب القوة او السباحه. يعني كل هذه الامور، كل هذه الاتحادات اللي انا قلتها لحضرتك ما حدش بيجرؤ يتولى رئاستها وعضو مجلس ادارتها الا اذا كان لاعب متميز فيها له تاريخ دولي كبير وتاريخ اداري. الا الكوره نهبل كل واحد، ما كلنا بتوع كوره، كل القهاوي بتفهم في الكوره وكل الناس بتتفرج على الكوره وبتفتي في الكوره. وبعض الاحيان كابتن عصام بيقول لك في مقوله تانية تقول لك هو مش لازم يكون لعيب كوره، هو ممكن يكون بلغتنا كده بيدير بشكل كويس، وبالتالي ممكن ما يكونش لعيب كوره كبير او عنده تاريخ في الكوره كبير عشان يقدر يدير اتحاد كوره. ده دي وجهه نظر اخرى يعني. دي وجهه نظر، انا دارس اداره. وجهه النظر دي تطبق في المؤسسات والشركات والوزارات. القاعده اللي بتقول كلما ارتفعت الى اعلى في الهرم الاداري قلت الحجر التخصص. يعني رئيس مجلس اداره المصنع مش لازم يكون مهندس. بالظبط. لكن في الكوره حاجه تانية، والباسكت حاجه تانية، والهاندبول حاجه تانية، والعاب القوه حاجه ثالثه. ما ينفعش. ده ممكن يكون حضرتك بتتكلم عليه، ده ممكن الجزء ده او الفكر ده ممكن رابطه الانديه مثلا، رابطه الانديه المحترفه، ممكن اداره الكوره نفسها من خلال اداره. لا ممكن يكون، ممكن يكون مش لعيب كوره لكن عنده، لان دي شركات، لان دي شركه بالظبط، شركات بالزبط. وفلوس واسهم ومساهمين مزبوط. وتسويق صحيح. يعني كل هذه الامور مش محتاجه انك تكون تكنيكال في كره القدم. صحيح. لكن اما اجيب اتحاد كره الماني احط فرانز بيكنباور وهكذا، يعني اما اجيب اتحاد كره احط هاني رمزي، يعني اجيب حد فيجر في الكوره. وباش بس فيجر، ما كانش وهو لاعب عليه مآخذ اخلاقيه او سلوكيه على مستوى دولي، كان كابتن يعني قائد يعني يستبعد لو ما كانش كده، فعنده هذه الصفات القياديه يعني. فاحنا محتاجين نغير مفهومنا في اللي جاي، يعني اللي موجود دلوقتي حاجه مؤقته. صحيح مطوله معانا شويه المؤقته دي يعني اكتر من اللازم، بس ليه نفس الصلاحيات الدائم يعني، ليه نفس الصلاحيات اللي للاسف الغير مؤقت. ما هو المؤقت ده بيبقى مؤقت لغايه ما انتخب. انا مش عايز انتخب بس بيدير بنفس الصلاحيات يا كابتن صح، المؤقت ده مش بيدير بنفس الصلاحيات. المؤقت المؤقت هو المؤقت اللي بيحترم المنصب اللي هو فيه ما بيديرش. كل حاجه فرع من فروع الكوره بعمل لها لجنه، الحكام، المدربين، المسابقات، كل الاقسام الثانيه والثالثه، كل دول اجيب الناس اللي هم بيفهموا في الحته دي وبروفيشنال وبيد. مفيش حاجه دلوقتي هوايه، مدفوعه كله. وانا مش لازم اكون متخصص بقى في الحاله دي، انا بفهم في الاداره في المانجمنت. مش لازم اكون لعيب كوره عشان ابقى في مجلس في البورد بتاع البورد الكبير. لكن كل منزل لتحت ابقى عايز تخصص. كلما ارتفعنا الى اعلى في السلم الاداري قلت الحاجه للتخصص، منزل للفرعيات عايز متخصصين بقى. صح. مش معقول اجيب لجنه طبيه، هو لازم يكونوا دكاتره وهكذا. والتحكيم كمان، هو التحكيم انا دايما بدوس على حته التحكيم لانك بتتكلم في حاجه مهمه جدا، وحضرتك كنت رئيس اتحاد وعارف المشاكل اللي كان بيعاني منها الحكام. في ساعات كتيره جدا احنا التحكيم عندنا فيه شويه اخطاء، لكن حضرتك كنت عارف ان مثلا مكافئات الحكام ما كانوش بياخدوها، انتقالات الحكام كانت بعافيه شويه. صح. حتى على مستوى الشكل العام زي الحكام يمكن بيتحسن لحد ما، لكن حضرتك بتقول عليه ان لازم تكون حكام بروفيشنال بتقبل فلوس. شغلتك ايه في الحكم؟ بقبل فلوس علشان اخد اللايسنس ديت، وهنرجع لموضوع اللايسنس ده كمان مهم قوي. فانا دايما بشوف ان منظومه التحكيم يعني في ايدينا ان احنا نقدر نحله، بس ما بناخدش خطوه لقدام. ما هي الخطوه اللي قدام، انا مش هخترع العجله، انا لازم اشوف الدنيا ماشيه ازاي. مفيش دلوقتي حاجه اسمها لجنه حكام. في اتحاد الحكام
الاتحاد ده مستقل تماما عن اتحاد الكورة. ايوه مش لجنة منبثقة من الاتحاد. لا لا لا. ولا المجلس مستقل. يعني حضرتك بكرة رئيس الاتحاد هتعمل كده؟ طبعا. يعني لو حضرتك بكرة رئيس الاتحاد المصري ما عنديش لجنة اسمها لجنة الحكام. يا حكام انتوا يعني هطلب من الوزارة. وزارة الشباب. وزارة الرياضة. انها تحط في النظام الاساسي انه مجلس ادارة الاتحاد ليس له علاقة بالتحكيم. ايوه التحكيم ده له اتحاد خاص بيه مستقل، واللي بينتخب البورد بتاعه الحكام نفسه، الدرجات كلها الثالثه والرابعه والثانيه والاولى وكذا، وهم اللي بيعملوا السيستم بتاع الرانكينج بتاع الحكام واختبارات الحكام والترقي بتاعهم وترشيح الحكام الدوليين عشان يبعتوها للفيفا. كل الامور دي بيعملوها الحكام بشكل مستقل زي استقلال القضاء طبعا، والقضاء تبع الحكومه، ودول قضاة الملاعب برضو بالظبط. هو المسؤولين عن ان هم يحكموا ما بين اللعيبه زي ما صحيح. بيتقال فمش غير يعني مش من المقبول ابدا ان يتم الاعتداء عليهم بالصوت والصوره زي ما احنا شفناها بالطريقه الغير لائقه دي على الاطلاق. كفايه عليهم كده زي ما حضرتك قلت، وخلينا ندخل في موسيماني، ايه رايك فيه؟ والله يعني الفيرست امبريشن يعني او الانطباع الاول كويس يعني انا قلبي اتفتح له يعني ده من خلال حديثه في الصحافه، من خلال الفيديوهات اللي نزلها، ولا تاريخه يعني تاريخه طبعا هو مدرب، لا هو تاريخه ده بشكل موضوعي، انت احساسك نفسه اللي وصل الفيرست امبريشن الانطباعات الاولى زي قلبك يعني قلبك ان شاء الله تدوم ان شاء الله تدوم يا كابتن. يعني ايه ليه بقى ايه ليه يعني كده ما الحاجات دي اسلامة يعني بالاحساس يعني ما تتفصلش، لكن هو طبعا الواحد حتى الفيرست امبريشن ده والكلام ده غصب عنه متاثر باللي سمعه عنه او اللي قراه صحيح، ما مش هي حاجه غيبيه يعني. سي في بتاعه محترم جدا. و انت شايف قرار مجلس الاداره كان في محله؟ كنا بنتكلم على وجود هذا المدرب في هذا التوقيت بهذه الخبرات، ده كان مهم جدا، وتعامل اصلا مجلس الاداره مع ملف عدم التجديد لبايلر والاستغناء او يعني شكره على المجهود اللي عمله، وفي خلال ساعات كان موجود مدير فني بهذا السي في علشان ما يحصلش عمليه انتقاليه ممكن جدا تهز شويه من اللعيبه او ثقه اللعيبه. هو اصله يعني تغيير المدربين ده وارد يعني حاجة يعني طبيعي بتحصل في الكورة، بس عندنا في مصر بزيادة شوية. لا لكن يعني فايلر طبعا أنا ما استريحتلوش، عمري ما استريحتلوش فعلا. والله ده كان كلام حضرتك في مع بداية مجيئه لمصر من أول فعلاً؟ يوم من أول يوم يعني مش تراست وورثي، مش يعني مش حاسس مش واثق فيه من أنهي جهة، مع أنه على المستوى الفني كان بيأدي بشكل كويس خاصة قبل كورونا يعني. يأدي كويس، هو أصله ما فيش حد يجي مع الأهلي ويفشل، أنت ما تعرفش تفشل مع الأهلي، لأن الأهلي منظومة تنجح وإنت ترس، إنت لاعب ولا مدرب ولا إداري ولا في المنظومة دي، إنت ترس في هذه المنظومة، فيعني المنظومة العجلة دايرة، التروس كلها بتدور فبتدور بعضها. فهو يعني محظوظ انه جه في النادي الاهلي في الوقت ده، انما انا يعني ما بطعنش في كفاءته طبعا، لان هو مؤكد انه مدرب كويس والا ما كانش الاهلي تعاقد معاه. لكن هو as a person بقى كشخص مش كويس، لانه يعني مش صريح، تحس انه هو يعني بيكلمك وهو بيتفق مش عارف فين، مش عارف بيقول ايه وهو مخه حاجه تانية، مش واضح. كان في عدم تركيز في الفترة الأخيرة، كان في عدم تركيز، ما هو عدم التركيز ده نتيجة ان هو دماغه شغالة في حتة تانية بره، يعني مش يعني عايز يمشي. وبعدين احيانا بتكون المدرب بيبقى عنده ضغوط أسرية، انا مش عايز اظلمه، ممكن يكون مثلا عنده ضغوط حاجات خاصة انا ما اعرفهاش، شخصية تخليه يمشي. يعني طبعا هو حر يعني. لكن يعني انا ما كنتش يعني مستريح له قوي. الراجل ده رغم انه يعني دخل قلبنا بدري،
رغم ان هو مش ما عادش كتير موسيماني. موسيماني النهارده السوشيال ميديا كلها بتتكلم عن انه اول مدرب افريقي اجنبي افريقي خلينا نقول او نصححها يعني اول اجنبي افريقي درب النادي الاهلي وده يمكن بقى اللي ممكن يفتح المستقبل قدام المدربين الافارقه بشكل كبير في اللي جاي لانه دايما الاهلي ومش عشان في القناة بنقول كده بس هو دايما اللي بياخد الخطوة الأولى أو التجربة الأولى وبعد كده يعني بيفتح الباب بيفتح السكة يعني للي بعديه. فقول لي بقى موسيماني هيعمل إيه مع النادي الأهلي والاختيار ده من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي هيكون في صالح النادي إلى أي مدى؟ هو طبعا يعني دي خطوة مش عايز اتكلم كلام مجعلص انما خطوه تاريخيه. اول مدرب اسمر ما انا مش عنصري ولا حاجه اول مدرب اسمر هيدرب في مصر اكبر نادي في مصر. هو الحقيقه يعني واضح انه هو يعني النادي الاهلي مش غريب عليه. شافه وشاف فيديوهاته وشاف بطولاته وعاش جماهير وشاف الجماهير وشاف معانا لقطه بيصور الجماهير بالبيت جماهير النادي الاهلي يعني ايه عايش معانا عايش معانا من زمان وفاهم فاهمنا يعني فاهم مش هياخد وقت علشان يتاقلم مع اوضه اللبس ومع الملعب ومع يعني بس ايه علاقه البشره السمراء في موضوع التدريب انا يعني حضرتك بتقول يعني قصدت بيها ايه لما قلت كده انه صاحب البشره السمراء اول مره يدرب في النادي الاهلي هل دي يعني ليها دلاله معينه يعني ولا مش فاهم لا مش قصدي مش قصدي البشره السمراء يعني ما كان عندنا ما كان في همامي وكان في كان في كان في كذا مدرب ايمانويل اومينيكا كان برضو مدرب المقصه يعني انا بتكلم على يعني مدرب وارد افريقيا وارد افريقيا نعم. مش وارد اوروبا يعني احنا يا اما واحد صحيح. مصري يا اما مدرب من اوروبا اجنبي اوروبي انما مدرب بلاك افريكان لا ما عندناش ده ما عندناش في مصر كلها فهي تجربه جديده بس تجربه جديده ومحسوبه بنتائج وبامكانيات وبرؤيه واكيد طبعا السي في بتاعه وبعدين الناس اللجنه اللي بتختار بتشوف فيديوهات وبتشوف الكوتشنج بتعمل ازاي انا لما اجي اخد مدرب في النادي الاهلي بشوف ماتشاته بشوف ماتشاته يعني ايه بشوف التغيير لعبه بشوف طريقه اداءه بصماته هو بالزبط. اسلوبه وبعدين بشوف تغييره وبشوف تفاعله مع الفرقه المنافسه فكل الكلام ده تم بناء عليه يعني تجربه الحقيقه بالنسبه لمصر تجربه رائده ان يبقى عندنا مدرب وممكن ده زي ما حضرتك وبتقول وسام بتقول ان ممكن بيفتح السكه كمان ان احنا دايما بنشوف ان احنا مدرب اجنبي يبقى مدرب اوروبي ممكن جدا ان شاء الله نجاح هذا المدرب مع النادي الاهلي ممكن بعد كده العين تروح للمدربين بعض المدربين الافارقه في دول مختلفه يعني هنتطرق لده وهاخد من كلام حضرتك انه مهم جدا انه عارف اداء النادي الاهلي كويس عارف امكانيات لعيبه النادي الاهلي كويس وده بالتالي هياثر عليه مسافه مباراه الوداد احنا قدامنا تقريبا 15 يوم على مباراه الوداد فده هيكون عامل ايجابي ان هو سريعا هيخش الفرقه وهيعرف امكانيات اللعيبه حضرتك شايف مباراة الوداد فنيا شايفها ازاي خاصة المباراة الأولى هتكون في المغرب هو مش بس عارف النادي الأهلي الوداد هو عارف الوداد طبعا لعبهم كتير فهو بالنسبة له يعني الفرقتين عارف المميزات وعارف العيوب وعارف الثغرات وعارف تلعب هوم ايه وتلعب اواي ايه يعني ازاي تلعب مع دول هوم وازاي تلعب مع دول اواي وازاي الذهاب والعوده يعني ما اعرفش انا بحب اترجم مفهوم يا كابتن يعني هو في وقت كتير قوي اختصر صحيح انك جبت موسيماني عن انك كنت تجيب اي مدرب تاني اوروبي يعني الخطوه ذكيه من مجلس اداره النادي الاهلي مش بجاملهم ولا حاجه بس هي فعلا دي الحقيقه انه ان انت بتجيب مدرب افريقي
يعني لو جبت واحد خواجه قد موسيلماني 10 مرات بس انت غريب عنه والتيم الثاني غريب عنه ياخد وقت كتير. فانت هتيجي تلعب الماتش ده ازاي؟ يعني محتاج وقت انك تتاقلم. هتكون بالظبط هتسمع اللي يقول لك عليه المساعد المصري اللي هيقول لك عليها تعمله سامي قمصان بقى هو ده اللي هيقول لك هيقول لك عليه هيقول لك على الفرقه الثانيه. امكانيات اللعيبه بتفرق. اما انا اكون مدرب وعارف امكانيات وعارف اللعيبه بالاسماء، يعني هي الفكره انه كمان عارف اللعيبه بالاسماء وشاف ادائهم عارف امكانياتهم، فكل ديت كل ديت عوامل للنجاح. لكن يعني ان شاء الله ينجح باذن الله، لكن مش عايزين نحط كمان ضغوطات كبيره جدا عليه. هو انا حاسس كمان من خلال الفيديو بتاعه ان هو عنده رغبة يعني عنده رغبه كبيره وعنده حماسه كبيره جدا انه يشتغل في النادي الاهلي، وده كمان شيء ايجابي. في ساعات بعض المدربين وخاصه الاوروبيين، وانت طبعا عارف الكابتن انه بيجي مصر لسه وهشوف الاجواء والتعامل، لكن هو الراجل جاي يعني شايل كل دوت من على كتافه وحاطط بس ان هو ان شاء الله عنده بطوله مهمه هي بطوله افريقيا. يعني هو طبعا مفيش مدرب، يعني ده مش غرور، مفيش مدرب افريقي ولا اوروبي مش عارف النادي الاهلي. اكيد لا طبعا مظبوط، نادي الاهلي نادي القرن في افريقيا ونادي، ودلوقتي كمان المساله بقت قريبه قوي، مفيش حد ما بيشوفش. صحيح، زي ما حضرتك بتفتح التلفزيون تشوف الدوري البلجيكي والدوري الالماني والدوري الاسباني، هم برضو بيشوفوا، خصوصا الناس البروفيشنال اللي في الشغلانه طبعا، فبيشوفوا عارفينه. شوفوا المغرب ده المغربي والمصري طبعا فيعني لا، هو لو اي واحد في اوروبا عايز يتكلم على افريقيا بيتكلم عن النادي الاهلي، بيتكلم على النادي الاهلي. صحيح. يعني معروف يعني انه لانه النادي الاشهر في افريقيا. فالمسائل كلها دلوقتي بقت قريبه جدا، والجلوبالايزيشن في كره القدم قربت المسافات كلها، في انترنت يعني في انترنت في كل حاجه. النهارده عندنا يعني خلاص باقي من المباريات اللي في الدوري، يعني خلاص يمكن عدد ماتشات ممكن يكون في صالح موسيماني قبل المعسكر المغلق لمواجهه الوداد. شايف عدد المباريات المتبقيه دي ممكن يساعد النادي وموسيماني تحديدا ازاي؟ هو هيساعده تكتيكيا، نعم، في ان هو طبعا هو جاي والدوري خلاص خلص قرب يخلص خلاص. انما هو هيستغل الماتشات اللي فاضله في الدوري دي علشان يعمل التاكتكس اللي هو عايزها للبطوله بفكره هو للوداد بفكره هو للماتش الوداد. هيستغل الكلام ده سواء على بشكل فردي انه هيدي مهام تكتيكيه في المباريات دي اللي ما تهموش نتيجتها للعيبه متفصلة على الماتش بتاع الوداد صح، مش على الماتش اللي هو بيلعبه. ايوه ده ماتش تحصيل حاصل اللي بيلعبه دلوقتي، فهو الشغل بتاعه كله تاكتيكال وايز هيبقى اعداد للماتش بتاع افريقيا من خلال ما هو ما يقدرش في التمرين العادي او في التقسيمه مش هياخد نفس احسن بروفا. هي الماتشات الرسميه، هي الماتش الرسميه واللي المنافس هيبقى داخل معاك جامد وكل بالظبط، في الشد العصبي وفي التشالنج وفي كل حاجه. فهو دي الفرصه انه هيعمل فيها البروفات كلها بتاعه الماتش الافريقي في الدوري المحلي. هو طبعا لما احنا بنتفرج على اداء سان داونز احنا بنشوف اداء كوره حلو، ولما دايما يقول لك الاهلي هيلعب سان داونز بنقول هيبقى ماتش فيه كوره، لان بعيدا عن العنف الافريقي لو مثلا فرقه من الكاميرون او فرقه من السنغال بيبقى فيه شويه قوه بدنيه اكتر، لكن احنا دايما بنفرج حتى على جنوب افريقيا واحنا بنلعب كره كابتن، ونروح جنوب افريقيا بتستمتع بالكره لانهم بيلعبوا كره حلو. فالمدرسه نفسها وشخصيه المدرب اعتقد كمان مهمه قوي، انه بيلعب مع فريق صن داونز من 2012 لغايه اول امبارح، عنده شخصيه اللعب المفتوح، وده لاعب النادي الاهلي بيحبه وجماهير النادي الاهلي بتحبه، ومتاثر كمان بالبرازيل لانه كان مساعد لمدرب كبير برازيلي ولعب معاه كاس عالم، فده مطمنا شويه ان ممكن كمان هيخش مدرسه النادي الاهلي او اسلوب لعب النادي الاهلي هيناسب طريقه تفكيره. يعني هو ده ممكن اللي الناس ساعات انا اصحابي يقولوا لي بس احنا قلقانين قوي لان ماتش الوداد مش هينفع نلعب مفتوح كده لانه بيلعب على طول مفتوح، حتى لو هو بيلعب الاهلي بيلعب الاهلي مفتوح. ف يعني الرؤيه الفنيه لحضرتك شايفها من خلال ادائه قبل ما يجي النادي الاهلي هيطبقها ازاي من خلال بعد ما دخل النادي الاهلي في الظروف اللي احنا بنمر بيها دي؟ هو لازم
يقرا لعيبه النادي الاهلي من خلال التمرين حالتها دلوقتي في التقسيمه، يقرا الامكانيات اللي موجوده ويفصل عليها الخطه اللي هو عايز يلعب بيها. يعني مع احترامي لكل الناس اللي بتحلل، ما بقاش في دلوقتي كره امريكا اللاتينيه وكره وسط اوروبا وكره المدارس اختلفت، انتهى الكلام ده كله. بقول لحضرتك في جلوباليزيشن في كره القدم، هي الكوره هي الكوره. بس هو يا كابتن ما زال بيعتمد على المدرسه اللاتينيه دي، المهارات الفنيات العاليه. هو موسيماني افتكر انه متخصص في اللعبه دي او في المدرسه دي. ما هي هي هي, هي الكلام انا متخصص متاثر بيها، بس يعني. انا الادوات اللي عندي ايه؟ ساعداني التالنتس اللي عندي دي، هل بتديني ايه؟ هل بتديني اللعب المباشر؟ هل بتديني الحلول الفرديه؟ يعني كل المسائل دي انا كمدرب ما اقدر ادرب في اي حته في الدنيا، بس هروح اشوف القماشه اللي عندي ايوه ينفع معاها ايه، اي مدرسه أنا ينفع معاها ايه الاسلوب التاكتكس اللي. وبعدين لو رحت النادي الاهلي غير ما اروح نادي الزمالك، غير ما اروح الاسماعيلي، غير ما اروح المحله. يعني كل ما اروح نادي هشوف القماشه اللي عندي ايه، واقدر افصل عليها التكتيك اللي هو يتناسب. القماشه اللي موجوده في النادي الاهلي دلوقتي تقدر تنفذ، هتبقى بالنسبه له سهله ان تقدر تنفذ اسلوب لعبه اللي هو اسلوب اللعب المفتوح، الجناحات اللي عندها سرعه شويه، بيعمل كاونتر اتاك كويس قوي. حتى بنفتكر مباراه الاهلي، طبعا الاهلي اتغلب فيها، عمل كاونتر اتاك بشكل هايل، عنده سرعات في نص الملعب. انا لو امسك النادي الاهلي دلوقتي مكانه، يعني هو اللي لو سمعني وانا هقول له يتفرج على بايرن ميونخ مع برشلونه ولا لا. الاهلي الاهلي عنده قريب، مش قريب من التكتيك بتاع بايرن، التكتيك بتاع بايرن، وعنده الادوات بنسبه 70% تقريبا اللي تقدر تطبق الشغل بتاع البايرن. فهو يعني لو توصلوا له الكلام ده كويس. يعني حضرتك شايف ان عنده الادوات يقدر يعمل الشغل اللعب المفتوح السريع بادوات، يمكن وارد جدا ان الفتره الجايه ان شاء الله بعد التاهل ببطوله افريقيا او نكسب بطوله افريقيا، ممكن جدا يكون عنده بعض العناصر اللي اشتغل معاها في جنوب افريقيا من لاعبين مميزين يكونوا موجودين في النادي الاهلي عناصر. واحنا بنشوف دوت في كل المدربين اللي بتروح اماكن، يعني رونالد بيجيب من اياكس وبيجيب من هولندا، اللعيبه اللي عارفين الكواليتي بتاعها وتقدر تطبق المدرسه ديت موجوده، ممكن جدا ان يكون في تفاوض ممكن او كلام دلوقتي مع مجلس الاداره على لاعبين زي دول. صحيح احنا مفتوحين، يعني يجيب اللي هو، بس احنا نشوف اللي هو هيجيبهم ايه. لانه بس لازم يعني يكونوا على النغمه بتاعه التيم. انا مش عايز اجيب حد بيكون كويس قوي في حته انما مش ماشي مع النشاز مع التيم، لان التيم دلوقتي كويس. التيم دلوقتي بيعمل كوره، مش بس بيكسب دوري مثلا قبليها بقد ايه، انما بيعمل كوره ما تزهقش انك تتفرج عليها. كوره حلوه. خلي بالك الهدف مش بس ان نكسب بطوله. كره القدم بتعمل متعه، انترتينمنت للبشر، بتعمل ترفيه للناس، الناس اللي بتشتغل وتيجي طول النهار وبعدين تيجي تتفرج على ماتش كوره تتبسط. لما تلاقيش واحد بيضرب التاني بوكس وبيعمل ده يبقى يعني حاجه تقرف يعني. طيب احنا بعد الفاصل لسه مكملين مع حضرتك كابتن عصام، شرفنا في البيت الكبير، وبعد الفاصل لسه مستمرين مع حضرتك. اتفضل. اهلا بحضراتكم مره تانية، والسهره مع الكابتن عصام. منورنا يا كابتن. اهلا يا هاني. في البريك كده قلت لك على حاجه، قلت لي هقول لك على الهوا. كنت بسال حضرتك، كان الاول كان في عدد اعضاء الجمعيه العموميه لاتحاد الكره المصري عدد كبير جدا، وصل ل 300 او 400 عضو بما فيهم مراكز الشباب. اعتقد العدد ده قل بشكل كبير جدا. حضرتك تفتكر ايه العدد المناسب للجمعيه العموميه اللي هتنتخب من يدير الكره المصريه في الفتره اللي جايه؟ ايه العدد المناسب ان احنا نقدر نقول ان هم دول فعلا الجمعيه العموميه اللي بتنتخب بشكل شفاف جدا وشكل ديمقراطي جدا؟ هي انديه القسم الاول والثاني. يعني حضرتك بتتكلم في 18 و36 يعني؟ دول ينتخبوا البورد اللي هو
قسم الاول والثاني اللي هي الدرجه الاولى والثانيه، ثلاث درجات يعني. يعني الممتاز ممتاز ممتاز وممتاز ممتاز به والدرجه الثانيه والدرجه الثانيه. الثلاثه دول اللي هم على مستوى المستوى عام، لان اللي تحت كده دول مناطق صحيح. فدول ينتخبوا مجلس اداره المنطقه، يعني ما يكونوش اعضاء عضو في يعني في الانتخاب مجلس اداره اتحاد الكوره. هي اصل يعني هي ما لهمش علاقه بيهم اصلا، اصلها مش يعني مش يافطه هيحطها يعني، هي انت مالكش علاقه بالمساله، فليه يبقى ليك سي فيها؟ انت عارف ما خلاص ما انا عارف وانت عارف، بس هم مش لازم يعرفوا. قسم الاول والثاني والممتاز اللي هم فعلا دول اللي منهم حاجة على ناشونال، يعني على مستوى القومي أو مستوى الوطني، منتخبات ناشئين ومنتخبات شباب والمنتخب الأول وهكذا. المناطق اللي هي الاتحادات بقى الفرعية، ده الاتحاد الفرعي القاهرة والجيزة، يعني المناطق الفرعية يعني. وبعدين يا سيدي مش لازم نخترع العجلة، احنا نشوف نجيب النظام الأساسي بتاع الاتحادات في ألمانيا وفي فرنسا وفي إنجلترا وفي أسبانيا، الدول المتقدمة في كرة القدم، هنلاقيها كلها ألايك لأنه كلهم شبه اتحاد أوروبي يعني. وشوف الكلام ده واعمل كوبي منه هنا، ليه تمشي على البدلة القديمة خالص وعمال تقيف فيها؟ إنما هي البدلة القديمة برضو بتاعتنا بتاعت زمان اللي هي كانت أصلا جلابية وانت عمال تقهف فيها وتعملها بدله حمامك القديم. ايوه بالظبط كابتن عصام. المشاكل الكره المصريه كثيره جدا وازماتها اكثر. ممكن لو حضرتك كده يعني تحط لي بالارقام مشاكل الكره المصريه في 1 2 و3 ابرزها ايه؟ ابرزها الاداره، المانجمنت من اول، وهي تصلح حاجات كتير قوي تحتها بعد كده. علاقة الإدارة الحكومية بالقطاع الأهلي ستيل برضو ما زال عندنا نوع من السيطرة الحكومية على القطاع الأهلي اللي هو الاتحادات والأندية، حتى الأندية حتى الأندية اللي هي المفروض إنها الأندية المحترفة، يعني ما عندنا يعني ما فيش لغاية دلوقتي عندنا نقدر نقول دوري محترفين، والأندية لغاية دلوقتي مش يعني على الورق مش أندية لسه محترفة. يعني هل ينفع إن أنت مثلا يجي وزير الشباب في ألمانيا يحل مجلس إدارة بايرن ميونخ؟ لا طبعا أكيد لا. في انجلترا يحل مجلس اداره وستهام ولا توتنهام؟ يا كابتن عصام دي هترجع تاني ان انت ما عندكش الاف سي، ما عندكش فوتبول كلوب، وبالتالي انت ما عندكش نادي احترافي اللي هو لا مجلس اداره عنده ميزانيه خاصه بيه، عندك رخصه انك نادي محترف، عندك جمعيه عموميه، انت مش نادي بتطرح اسهمك في البورصه وعندك ليه لا؟ ما هو كل ده مش عندنا. عشان كده مش عندنا ليه؟ عشان كده بقى الحكومه يعني عشان كده بيبقى في دخول او تدخل بشكل او باخر، تدخل حكومي. ما هو تدخل حكومي لانه هو مش عايز يشيل ايده من على المساله، او مش عايزين نحترف بشكل مباشر لحاجات كتير. شوف وحضرتك عارفها وانا عارفها يعني. هو في دلوقتي ارهاصات، في انديه دلوقتي بقت خاصه مملوكه لل ماشي موجوده بس الكيانات الكبيره اللي زي الاهلي والزمالك والاتحاد السكندري والاسماعيلي والاولمبي والاتحاد السكندري كل دول يعني لازم قرار. هو مش هتعمل ثوره، لازم الحكومة نفسها تدعم الناس دي؟ لا، هي اللي تبادر يعني وتطلق سراح الأندية دي، أو تطلع تشريع يقنن عملية تخصيص الأندية دي، يقول الأندية مثلا تطرح تتحول إلى شركات مساهمة وتطرح أسهم، وتكون الأولوية في الأسهم دي لأعضاء النادي الموجودين حالياً، وبتحط برضو ضوابط ان محدش يسيطر. واحد مثلا يشتري طبعا ولا يشتري الاسهم كلها ويبقى انا رئيس مجلس الاداره، تلاقي واحد ليها قوانين وليها يعني تحط لائحه برضو تحط لائحه بحيث انها تم محدش يشتري اكتر من كذا سهم.
علشان ما يبقاش صاحب أكبر أسهم هو يبقى رئيس النادي وخلاص ويبقى اشترى النادي يعني، وتمشي في المسألة بشكل تدريجي. إنما لابد من أنه الحكومة تشيل إيدها من على المسألة، تشيل بإيدها من على المسألة. بيرجعنا أو بيودينا لحتة الاستثمار الرياضي في مصر وظهور بعض الفرق زي بيراميدز على مستوى استثماري، وشايفين أن كمان داخل يعني في بعض المشاريع بتبقى داخلة في الاستثمار الرياضي من خلال شراء أندية وبيعلوا من قيمتها التسويقية وبيخشوا في الدوري. حضرتك شايف دي تجربة إيجابية وهتفيد الكرة المصرية من خلال الكلام اللي احنا بنقوله ان احنا لسه ما حطيناش مش أندية محترفة، ويعتبر الدوري المصري بكل أمانة مش دوري محترفين بصراحة. سمك لبن تمر هندي من الاخر من الاخر، واضح المشهد. نادي يعني أندية حكومية، الحكومة تقدر تحل مجلس الإدارة وزير الشباب، ونادي تبع شركة، ونادي تبع جمعية، ونادي صاحبه واحد، وكل دول بيلعبوا في مسابقة واحدة. كلام يعني بصراحة تهريج يعني، ما فيش حاجة في الدنيا كده يعني. لابد من انه الكل يبقى ماشي بسيستم واحد، يا اما يبقى عندك أندية قطاع عام كلها، يا اما قطاع خاص كلها. عايز تخليها كلها قطاع عام، يبقى اهم من الشركات الانديه بتاع الشركات دي، وده مش هيحصل. خاص احنا بنتكلم يعني، بنتكلم مش قطاع عام وخاص، انت بتتكلم لازم يكون في سيستم ماشي على الجميع، وان كل الانديه بكل يبقى في لايسنس محطوطه زي ما بيحصل. قطاع عام والنادي الاهلي ملك مين؟ ملك الدوله يعني، جزء مين؟ ملك الدوله. قطاع عام ولا قطاع خاص؟ نادي الزمالك قطاع عام ولا قطاع خاص؟ تمام. ما انا لما اتكلم على ان النادي الاهلي بيعمل شركه اسمها شركه الاهلي لكره القدم، يبقى هيتحول الى شركة خاصة للنادي الأهلي، هو اللي مالكه وأعضاءه مالكينه من خلال أسهم محطوطة. ده جزء كابتن من حضرتك عارف من هو دوت اللي هو ده أول خطوة إنك تحط دوري محترفين ونادي محترفين. يبقى أنا بعامل النادي الأهلي اللي هو بطل الدوري زي مع احترامي لنادي طنطا اللي هو آخر الدوري، ده ليه حقوق وده ليه حقوق. عملية التسويق وعملية البث التلفزيوني كل ده بيجي الأول إن إحنا الخطوة الأولانية تكون صح، ما بني على باطل فهو صح. باطل يعني هو أنت اللي بتحلم بيه ده، أو النادي الأهلي عايز يمشي فيه ده، ده اللي كان موجود زمان ومش موجود دلوقتي. ده اللي كان موجود زمان. الأهلي كان زمان شركة. الأهلي ابتدى شركة يعني. الأهلي إنشاء وشركة. يعني تأسيس النادي الأهلي شركة، شركة ساعة ما تأسس كان شركة. فاحنا رجعنا ورا بقى، ولجينا في عصور التأميم وعصور الاشتراكية وعصور مش يعني مر عليها مرة مؤثرات وحاجات كتير قوي. انما دلوقتي آن الأوان ان احنا نرجع، لان احنا دلوقتي كل حاجة بنعملها صح، نعملها مؤسسيا صح. صحيح. بس ما ينفعش يبقى زي ما قلت لحضرتك يبقى المسابقة فيها سمك لبن تمر هندي، يبقى فيها نادي شركة ونادي مش شركة، غزل المحلة ونادي مش عارف ايه شركة قطاع عام، ونادي تبع واحد مليونير قطاع خاص سوير السبق مش عارف مين، ونادي مش عارف مين، ونادي ملك للدولة، ونادي ملك للأعضاء، ونادي وهكذا. كل دول يعني ما هي الملكية اللي بتحدد الإدارة. صحيح. وبالتالي عندك يعني خليط من الأنظمة المختلفة، فما عندكش أسس يعني تقيم أو بشكل يعني موحد. بشكل موحد تحدد أنا عايز أتكلم مع حضرتك عن برضو كلمة ذكرتوها، أو يعني رابطة الدوري المحترفين المصرية برضو دي مش عندنا، وبقالنا فترة طويلة جدا بنطالب بيها وده مش موجود. هل برضو مش موجود بتعمد عن قصد؟ ما هو مين هيجيز الرابطة؟ الرابطة دي لازم اتحاد الكورة المفروض اللي هيجيزها، مش وزاره الشؤون الاجتماعيه زي الروابط الثانيه او الجمعيات كلام ده يعني، لازم وزاره الرياضه. صحيح. يعني المتخصص فيها وزاره الرياضه. الحكومه هل وزاره الرياضه دي هل في ضمن القوانين بتاعتها ما يسمح بانشاء الكيانات الرياضيه بهذا الشكل؟ يعني كلها هل ده يستتبع تغيير في قانون الرياضه نفسه علشان ما بقاش الهيئه اللي انت انشاتها دي مخالفه لقوانين الرياضه من حيث الملكيه؟ كل دي امور لازم الاجابه عليها الاول. وللاسف قانون الرياضه برضو او قانون الرياضه ما قدمش كتير بصراحه، يعني ما قدمش كتير. لكن رجعنا لورا سنتين ثلاثه، وهاخد حضرتك من النقطه ديت ونتكلم على الاهم
كمان ان انت كل ده بيأثر على المنتخبات سواء المنتخبات طيب. الوطنيه منتخب الشباب منتخب اولمبي ومنتخب الاول. النهارده الكابتن حسام البدري بيستعد في ظروف صعبه جدا انه بيستعد لمواجهه توجو وعندنا مشاكل زي ما انت حضرتك شايف، وكمان لسه الكابتن ربيع ياسين من يومين ثلاثه كان بيشتكي مع منتخب الشباب. فكل ده برضو تحت اللي حضرتك بتقوله ان مفيش تنظيم كامل للاداره، وبالتالي كل ده بيتوه في الرجلين، وكل دوت منتخب مصر بيروح لمنتخب يعني ان احنا نوصل كاس عالم كل اربع سنين في ظل الظروف اللي بتحصل دي ما اعتقدش انه امل قريب يعني. وانا لازم يبقى عندي هيكل دائم في الاتحاد الكوره اداره للمنتخبات، دي حاجه ثابته ملهاش دعوه بال دي شغلتها ان هي بصرف النظر عن المدرب الموجود مين، في حاجه اسمها فيفا ديت او فيفا ديتس، مواعيد الفيفا بتحطها المنتخبات فيها تلعب مع بعض وديا، بتتوقف الدوريات واقفه فيها والمنتخبات تلعب مع بعضها فيها استعدادا، بتبقى متبرمجه مع البطولات القاريه والبطولات الدوليه طبيعي. فلابد ان انت يبقى لو عندك اداره في الاتحاد كويسه بتبقى عارفه الفيفا ديتس دي ايه، المواعيد دي ايه، وبتعمل اتصالاتها عارفين والله بتعمل اتصالاتها وبتجهز الماتشات للمنتخب. ما هي هتخش بقى عارف ايه حضرتك المشكله احنا عارفين الفيفا ديت والاجنده الدوليه محطوطه اي حد هيخش على الفيفا دوت كوم هيجيبها. المشكله انك بتتصادم بمشاكلنا الداخليه، ان عندك فيفا ديت مثلا في ماتشات كل المنتخبات بتتجمع 5 اكتوبر عندهم مباريات وديه الا المنتخب المصري. ليه المنتخب المصري ما عملش مباراه وديه؟ لان عندنا دوري، والدوري لو اتوقف هتبقى مشكله واحنا في ظروف خاصه. وبعدين فكره ان الدوري ما انا هقول لحضرتك يعني الامور كلها مختلطه ليه؟ مختلطه ليه؟ عشان في اختراع اسمه الكمبيوتر احنا لسه ما سمعناش عنه. ليه بس يا كابتن؟ ما انا هقول لك، انا لو في اتحاد الكوره دلوقتي وعندي كمبيوتر فانا هدخل فيه كل الداتا اللي انا عايزها. الدوري بتاعي كذا، مواعيده كذا، توقفاته كذا، مش كل الحاجات دي، ودخل الترباطات الدوليه ودخل الفيفا ديتس ودخل الودي والرسمي وبرنامج بتاع المدرب المنتخب وكل كل حاجه ويطلع لي الجدول بتاع الدوري، يطلع لي في النهايه اللي احنا مش عارفين نعمله بقالنا لا سنة. ما كل الحاجات اللي انا دخلتها دي حاجات ما اقدرش اتحكم فيها، يطلع لي الفراغات اللي انا اعمل فيها الدوري كل الحاجات الدوليه والاجنده دي. كابتن عصام الموسم ده مختلف عن اي موسم، انت برضو مريت بظروف صعبه يعني، موسم كورونا ده كان موسم صعب جدا صحيح. فلخبط الدنيا كلها، لخبط كل الاجندات صحيح. وفي دول لغت المسابقه، في دول يعني خلاص بتبتدي الجديده دلوقتي. انا بتكلم على ان جنرال، انا ما بتكلمش على الموسم ده ان احنا كابتن حسام البدري ما عملش، احنا عارفين ما عملش ليه، انا بتكلم على الصوره العامه، المشاكل اللي بتحصل، الوضع العام ايام ما كان كابتن، من ايام ما كابتن جوهري كان بيدرب المنتخب، ما بتكلمش على الموسم ده بس للاسف يعني المسائل دلوقتي اسهل يعني. انا بقول ان ما بلومش اللي قبل كده، انما دلوقتي المسائل بشكل علمي بقت اسهل، وكل البرامج القاريه سواء الكاف او الفيفا او الحاجات بطولات الانديه وبطولات المنتخبات كل الحاجات دي الفيكستشرز بتاعتها او المواعيد بتاعتها اهد لعشر سنين قدام موجوده وموجوده على كمبيوتر بتاع يعني تقدر تخش عليها. انت لما تيجي تعمل البرنامج بتاعك انت هنا او الجدول بتاعك هنا بتشوف الحاجات دي والفراغات اللي هي عشان ما تتعرضش دي مع دي وما تضطرش انك توقف وتلغي، تبقى عارف من قبل ما تبتدي المسابقه الجدول فيه انت هتقف كذا افريقيا، هتقف كذا عشان تصفيات كاس عالم، هتقف كذا عشان منتخبات الشباب، عارف كل الكلام ده. يقوم كمان المدرب بتاع النادي يعمل البرنامج بتاعه ويعمل معسكراته ويعمل توقفات، لكن هنا مفيش حاجه كلها يعني مفيش حاجه محدده، لا بنفاجئ على طول بتفاجئ باستمرار مفاجئين. الدوري الحالي ده وحضرتك اكيد تابعته يعني بشكل كبير، هل قادر على انه يفرز لعيبه على مستوى المنتخب تساعد كابتن حسام البدري في مهمته اللي جايه؟ والله مش لازم بس يتابع، انت عندك كي بلايرز بيلعبوا بره مش بس في لا انا بتكلم على مستوى الدوري، خلينا بنتكلم داخليا على مستوى الدوري المصري والله في عندنا لعيبه، وفي لعيبه يعني يعني مش هقول اسماء انما في لعيبه بروميسنج جدا ولعيبه كويسين جدا. ليه مش عايز تقول اسماء؟ لا يعني على مستوى عالي يعني بصرف النظر يعني في لعيبه كويسه جدا
ونقدر نعمل منتخب كويس قوي. بس يعني موسيماني هو جه موجود دلوقتي هيتفرج وعندنا ثقه فيه، وهو طبعا شايف اللعيبه بتاعتنا اللي بره على اللي موجودين. انا متفائل ان احنا يبقى عندنا منتخب كويس، واحنا ناخد ممكن ناخد من كمان. ودايما كابتن كنا بنتكلم وانا يعني ليا لقاءات مع حضرتك كتير جدا من خلال عادتنا وصداقتنا، يعني ان المنتخبات دايما كل منتخب بيسلم منتخب. احنا عندنا منتخب اولمبي على هايل جدا، وشفنا البطوله الافريقيه وكان عامل شكل اكتر من رائع. فعندنا البروميسنج، عندنا الناس اللي فعلا بروميسنج للفريق الاول. فانا اعتقادي الشخصي ان ممكن جدا يكون عدد كبير من هؤلاء اللاعبين موجودين مع الكابتن حسام، بالاضافه مع اكيد اللعيبه الخبرات اللي عندها دوليه، يعني غير المحترفين طبعا اللي بره عندهم خبرات كبيره، لكن كمان عندنا جوه مصر لعيبه كويسه مميزه عندها كمان الخبرات. يعني وانت عندك في اي جيش المزيج ده موجود، يعني اي جيش في عساكر وفي ضباط. العساكر دول هم الجداد اللي انت بتقول عليهم دول، وفي ضباط بقى اللي بتنقل خبراتها اللي هم يعني في كل حته. هم اللي بي 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 بيتمحور حواليهم في نص الملعب كذا، الطرف اليمين مين اللي شايله الطرف، وهكذا. يعني بيبقى عندك العظم بتاع الفرقه الناس اللي الخبره واللعيبه البرومسنج اللي طالعين دول، بس كل دول محتاجين ماتشات كتير. طبعا محتاجين ماتشات كتير قوي عشان يتصب في القالب، الفريق كله يتصب في القالب، لازم ماتشات كتير. هو يعني اوروبا بتتقدم لان هم نون ستوب طول السنه خالص، ما بتفكر ما يتوقفوش ابدا، مفيش توقف يعني زي التلفزيون كده اللي 24 ساعه، مفيش بقى تطلع تش، مفيش تش دي. احنا عندنا تش كتير بتقف فواصل. لا الارسال بيتقطع، الارسال بيتقطع. احنا الارسال عندنا ما بيتقطعش. احنا هنروح نفرج حضرتك تقرير عن الجمهور، ونرجع مره تانية نكمل الحوار الممتع ده مع كابتن عصام. كابتن عصام بن منعم طبعا من الشخصيات الممتازة وليه تاريخ كبير في النادي الأهلي، كان فترة من الفترات كان حارس الأول للنادي الأهلي. الحقيقة دايما النادي الأهلي كان مميز قوي في حراسه، فلا شك ان كابتن عصام اللي اضاف بعد كده اعتقد دور في اتحاد الكره المصري. كابتن عصام عبد المنعم من رموز النادي الاهلي وحارس مرمى النادي الاهلي من الستينات طبعا، ومن الشخصيات المرموقه المحترمه جدا، وكان رئيس اتحاد الكوره طبعا، وقعد فتره كويسه جدا يعني في المنصب دوت، وانجز خلاله في الفتره القعده دي انجز يعني خلاله حاجات كتيره جدا. راجل محترم وكان جون كبير قوي منتخب مصر وجون الاهلي، ولما مسك اتحاد الكوره كان راجل محترم ويعتبر من احسن الناس اللي مسكت اتحاد الكوره. كابتن عصام ده تاريخ وجزء من تاريخ الرموز بتاعت النادي، وانا بشايف ان هو محايد جدا، وحتى لو هو مال شويه للنادي الاهلي فده طبيعي. الكابتن عصام بينقد وينتقد بشكل موضوعي. كابتن عصام عبد المنعم هلاوي مخلص عنده انتماء للنادي بتاعه، يعجبني كمان انه عنده فيجن، عنده رؤيه. عندما تولى اتحاد كرة القدم مجلس إدارة اتحاد كرة القدم فترة صعبة، قدر ان هو ينجح لانه كان عنده رؤية. كابتن عصام ده تاريخ، والاهلي كان بيشتهر طول عمره بانه عنده احسن حراس مرمى، عادل هيكل والروبي، وبعدين اعقابهم مروان وعصام. وعصام عمر في الملاعب وكان جون كويس. الكابتن عصام عبد المنعم قيمة كبيرة في مصر كرجل رياضي، كان شخصية ممتازة، كان حارس مرمى النادي الأهلي وحارس مرمى مصر، وكان رئيس اتحاد الكرة المصري السابق. شخصية محترمة، وطبعا كاتب كبير في الأهرام. هو شخصية محترمة وشخصية مهذبة، واعتقد ان كل الناس بتحبه وبتحترمه. برافو يا عصام، برافو يا عصام. اهلا بحضراتكم مره تانية وكابتن عصام. كابتن عصام، في محور سريع جدا على موضوع الناقد الرياضي المحايد. حضرتك كتبت في طبعا في جريده كبيره زي الاهرام، وكان عندك مقالات كتيرة جدا جدا
حضرتك شايف ازاي النقد الرياضي البناء بدا بشكل كبير في مصر ما بيكونش ليه وجود بكل امانه، وازاي نرجع ده تاني؟ محتاجين ان احنا يعني هي المساله بتبتدي ان انت دلوقتي بتدرس الاعلام. يعني زمان ما كانش لازم اللي بيشتغل في المجال الاعلامي يكون دارس، زي اشياء كتيره جدا كانت بتتاخد بالخبرات والممارسه، انما دلوقتي الناحيه العلميه بقت يعني ليها وجود اكثر وضوحا في اعداد الناس في كل المجالات. ف يعني محتاجه المساله انه يبقى في كوتشنج يعني للنقد. في ايه بالظبط؟ لانه يعني الناس اللي بتكتب او بتتكلم في الاذاعه او في الميديا بشكل عام محتاجين ان احنا نعمل لهم سيمينار او ندوات ويسالوا ونجاوب عليهم، واحنا جاهزين ان الناس الشيوخ يعني بتوع النقد الرياضي الناس القدام. حضرتك بتكلم على الجيل الصاعد، الاولاد الصغيرين اللي لسه داخلين مجال النقد الرياضي يعني في الصحافه الرياضيه، محتاجين نوع من انواع الخبرات اللي حضراتكم تنقلوها، ازاي يتعاملوا مع بس ده افتكر بيحصل يا كابتن عصام، ده بيحصل سواء على المستوى يعني الجامعات الحكوميه او الجامعات الخاصه. لا بيحصل في الجامعات بيحصل يعني بيدوا ندوات لقصد حضرتك للناس اللي لسه يعني الناشئه لسه اللي عايز يشتغل في مجال النقد الرياضي في مجال الصحافه او مجال الاعلامي. في ندوات بتحصل كتيره جدا في كليات الاعلام بقى في كليات الاعلام، وفي ندوات تخصصيه بتحصل في الموضوع ده. في النهارده بقينا سنترز معروفه، مراكز تعليميه يعني بتدرب اللي عايز يشتغل في المجال الاعلامي، اللي عايز يشتغل في كمعلق رياضي. افتكر الحاجات دي بقت مفتوحه يعني عندنا بشكل كبير، يعني موجوده كويس. منتشره هو والله منتشره. والكابتن عصام بيتكلم على الكوادر والرموز زي مثلا كابتن عصام في الشيخ طه، الناس اللي هي بقى لها سنين طويله جدا في النقد عامه في كره القدم والنقد الرياضي، ان هم دول كمان ما احنا دايما عندنا مشكله. بص عندنا مشكله في الكوادر في جميع المجالات، الكوادر ما عندناش ثقافه ان انت ازاي انت محافظ على التوب بتاعك لكن ما بتبصش دايما تحتيك وايه اللي هيحصل للكوادر، وانك لازم تهتم بالكوادر، ده مش موجود للاسف. يعني انت يعني ما عندكش سيستم في المساله، يعني انت سايبها لظروفها، يعني ما فيش حد او ما فيش هيئه بتتولى ولا بتنظم ده ولا فكرها ده فكرها كده. انك تنقل الخبرات وتفيد الاجيال الجديده بخبرات الناس القدام، تتعمل بشكل منظم. يعني مثلا هجيبهم في بيتي مثلا واقول لهم تعالوا، اقول لهم يعني هي المساله محتاجه كده، مش بس في المجال ده، في الاخراج، في التصوير، في الاضاءه، في الكتابه الصحفيه، في الخبر، في كل هذه الامور. بس حضرتك انت مش شايف ان السوشيال ميديا نفسها اليومين دول كان ليها عامل كبير جدا جدا مؤثر، انا اعتقد بالسلب لحد كبير مش بالايجاب، في حياتنا العامه وخاصه في كره القدم او في الرياضه المصريه بشكل عام؟ طبعا، لان اي حد بيقول اي حاجه، اي حد ما عندكش ما يقابله اي حاجه على الملأ على الملأ، يعني يروح عامل البوست، يروح رايح للدنيا كلها، وهو البوست ده ممكن يكون مغرض او ممكن يكون متحيز او يكون متحيز او يكون بينشر جهل او بينشر فكره خاطئه يعني، وهكذا يعني. فيعني مساله في منتهى الخطوره يعني دلوقتي الحاجه الكويسه بتنتشر والحاجه الوحشه بتنتشر برضو. حراسه المرمى موهبه يا كابتن ولا برضو تعليم وبرضو نصائح علمية يعني ايه؟ كل حاجة موهبة وتدريب وممارسة. حراسة المرمى زي خط الظهر، زي نص الملعب، زي الفراودة، كلها يعني مهام محتاجة للموهبة ومحتاجة للتدريب وللبقى ايه الدافع الذاتي بقى، اللي هي اصرارك بقى اللي هي الكفاءة الذهنية يعني. لازم يكون عندي، مش ممكن نقول لعيب كويس يبقى بليد الذهن يعني.
لازم يكون مصحصح. شوف بص اللعيبه اللي هي المصحصحه كده تشوش في عينيه تحسي يعني تحسي باللعيب ده انه مش خامل. فالموهبه محتاجه كمان الشخصيه بقى، يعني اللاعب اللي هو ليه شخصيه في الملعب هو ده اللي العين على طول يخطف العين يعني. عشان كده كل اللعيبه المميزه في الدنيا ليها شخصيه مش شبه بعض. صح. مش وده لعيب كويس قوي وده لعيب كويس قوي بس ده حاجه وده حاجه. طيب يعني احنا طبعا في نهايه حوارنا، لكن عايزين حضرتك تقول لنا، حضرتك عندك رحله طويله مع النادي الاهلي ومشوار طويل قوي قوي مع النادي الاهلي، في جمل بسيطه تشرح لنا المشوار ده ازاي او تقوله للجماهير ازاي؟ اقول ان انا طبعا يعني كنت محظوظ جدا ان انا انتميت للنادي الاهلي. يعني يمكن احسن حاجه حصلت لي في حياتي ان انا انتميت للنادي الاهلي، لانه ده يعني لو انا مش متصور كنت هبقى شكل ايه لو انا اصلا مش احد ابناء النادي الاهلي. كنت هبقى ولا حاجه، انما انا دلوقتي حاسس ان انا يعني بانتماء للنادي الاهلي يعني كنت محظوظ. واحنا كنا محظوظين حضرتك بلقائك النهارده بصراحه. محظوظين بلقائك النهارده كابتن عصام، شرفتنا نورت البيت الكبير. انا سعيد طبعا ان انا في بيتي يعني في النادي الاهلي يعني اكيد، فانا سعيد وفخور بالقناه وبكل اللي بيشتغلوا فيها الحقيقه، يعني جادرين بان هم ينتسبوا للنادي الاهلي. شرفتنا ونورتنا يا كابتن. شكرا جزيلا. شكرا. دي كانت حلقه الخميس من البيت الكبير، ان شاء الله معادنا الاسبوع اللي جاي من 10 ل 1. اصبحوا على خير.